يندرج في إطار تدريب الوحدات والتشكيلات البحرية على الأعمال القتالية القريبة من الواقع، فضلا عن تقييم مدى التحكم في منظومات الأسلحة الحديثة وتمكين التشكيلات البحرية خاصة الغواصات من إبراز قدراتها القتالية. السيد الفريق تابع في البداية عرضا تضمن الفكرة العامة للتمرين ومراحله، قدمه قائد الواجهة البحرية الغربية ليقوم على متن مروحية قتالية رفقة اللواء جمال حاج العروسي قائد الناحية العسكرية الثانية، واللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية بمعاينة الوحدات المشاركة في التمرين، ويتابع بعدها على متن سفينة القيادة ونشر القوات قلعة بني عباس مجريات التمرين الذي توج برمي صواريخ وتوربيدات على أهداف بحرية نفذها طاقم الغواصة جرجرة. وقد تم تنفيذ الرمي بنجاح وتدمير الهدف البحري بدقة عالية، وهو ما يعد نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحكم الجيد للطاقم في مختلف الأسلحة والمعدات، ما يؤكد أيضا التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها وحدات القوات البحرية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة. في مساء اليوم نفسه انتقل السيد الفريق إلى مدرسة أشبال الأمة بوهران، حيث التقى الشبلات والأشبال وألقى كلمة توجيهية أكد فيها سعادته بزيارة هذه المدرسة التي تعد مشتلة حقيقية تترعرع فيها الكفاءات المتميزة وتصقل المهارات العالية. يسعدني كثيرا زيارة مدرسة أشبال الأمة بوهران للالتقاء معكم أيتها الشبلات أيها الأشبال، الذين نحرص دوما على إحاطتكم بكل أشكال الرعاية والاهتمام، لأننا نعتبر مدارس أشبال الأمة مكونة أساسية من منظومة التكوين لدينا، التي نسعى باستمرار إلى تحسين أدائها وتكييفها مع تطورات العصر باعتبارها المشتلة الحقيقية التي تترعرع فيها الكفاءات المتميزة وتصقل المهارات العالية، وينبغ فيها الرجال الوطنيون الأكفاء المتشبعون بالروح الوطنية العالية والقيام الأخلاقية النبيلة والتفوق والإخلاص والنزاهة والانضباط. هذه الخصال النبيلة التي نسهر كقيادة عليا على ترسيخها في أذهان كافة المستخدمين بغرض تحقيق المزيد من الإنجازات على جميع الأصعدة والمجالات، لا سيما فيما يخص تطوير الجيش الوطني الشعبي حتى يكون في مستوى المسؤولية المقدسة الملقاة على عاتقه، المتمثلة أساسا في الدفاع عن حرمة الجزائر والذود عنها وحماية حدودها والحفاظ على وحدتها الترابية، فضلا عن رفع التحديات الجديدة على الصعيدي الأمني والدفاع الوطني. السيد الفريق ركز كذلك على حث إطارات وأساتذة المدرسة على اعتبار الشبلات والأشبال أمانة في أعناقهم، والسهر على تلقينهم مختلف العلوم والمعارف وغرس فيهم خصال حب المطالعة والمثابرة وتقديس العمل والجدية والنزاهة والانضباط الصارم وحب الوطن. كما أوصيكم أنتم الإطارات والأساتذة، لا سيما ونحن في بداية السنة الدراسية الجديدة 2021-2022، باعتبار
أبنائنا من الشبلات والأشبال أمانة في أعناقكم، والسهر على تلقينهم مختلف العلوم والمعارف وغرس فيهم خصال حب المطالعة والمثابرة وتقديس العمل والجدية والنزاهة والانضباط الصارم وحب الوطن والافتخار بالانتماء إلى الجيش الوطني الشعبي، وبذل المزيد من الجهود المثابرة من أجل تحقيق نتائج دراسية باهرة على غرار النتائج المشرفة المحققة في السنوات السابقة، والمساهمة كل في حدود صلاحيات ونطاق مهامه في بلوغ الأهداف المسطرة. عقب ذلك طاف السيد الفريق بمختلف المرافق الإدارية والبيداغوجية ومختلف المخابر التي تحوزها المدرسة، وأسدى بالمناسبة توجيهات وتعليمات تصب في مجملها على ضرورة الحفاظ على هذه المنشآت والتجهيزات والوسائل البيداغوجية الحديثة.